يا استاذ ما فيك تفوت. سامح اعطي امر ينقلها من قدامي احسن ما اقتله اقتله فيه. اطلع لبرا انت. شو ما بدك بعمل، وإذا كان بدك اعتذر على اللي عملته فأنا آسف. فات الأوان على هذا الكلام، كان لازم تفكر بالعواقب قبل ما توصل لهون. شو بدك لك؟ شو ما بدك جاهز أعمل، المهم نحل هالمسألة، أهم شي يرجعوا الأولاد على بيتهم. أنا شو سبق قلت لك؟ لو بدك البيت يرجع لك فيك تشتري مني، بس كونه ما معك مصاري فيك تدفع لي بطريقة تانية، وهي انك تشتغل عندي وانا بسترد المبلغ منك بالتقسيط. طبعا بشرط انه ما بقى تشوف هديك البنت بحياتك ولا تتواصل معها نهائيا. مين كمان؟ كيف بتفوت لعندي بهالطريقة؟ لعم فكري؟ ما بتعرف مين أنا بكون. أنا أبوها للأولاد اللي رميتوهم بالشارع. قال مشكلتك هي المصاري، مزبوط؟ جعلنا البيت تبعنا. ويا ويلك تفكر تقرب من ولادي. خذ مصرياتك وانقلع، انقلع من خلتي. مصرياتك كلها بنوب ما بتهمني. طلع فيني، عامل لك خدن. مين مفكر حالك ها؟ كيف بتسمح لحالك تفوت لعندي وتحكي معي بهالاسلوب؟ مين انت؟ الكل بينادوني فكري، بس حضرتك مين؟ أنا واحد في يشتري حارتك كلها باللي فيها، عم تفهم كلامي؟ عرفت هلأ؟ ولهيك انتبه لكلامك. فهمت، يعني أنت غني كتير، معك مصاري وعايش ملك وفيك تشتري شو ما بدك. طيب شو مشان ابنك؟ يا ترى بيحبك شي؟ طلع فيني، أنا فقير ومندوب، كمان ما بحب اشتغل لأني تنبل. وقول لك شغلة كمان، فوق هذا كله أنا سكرجي كمان بعيد عنك.
بس مع كل هالشي هاد أنا في عندي 5 أولاد. خمسة ولا أكتر؟ 6 أولاد وحفيدة. ها في عندي 6 أولاد ماشي؟ ايه مزبوط 6 أولاد. ما في واحد منهم إلا الاحترامي بيهم من الأيام، بس لو شفتهم كيف كانوا عم يبكوا بالمستشفى ويدعوا مشان ما يصير لي ولا شي، وكلهم رقدوا لحتى يتأكدوا إذا كنت محتاج شي ولا لا، فيك تتخيل؟ هذا شو بيأكد لك؟ إنه أنا أغنى منك مو أنت الأغنى مني. في عندك فكرة هلأ شو رح ساوي؟ رح روح على الحارة تبعي وأحكي مع أولادي كلهم مشان أخدهم وروح على البيت. أما أنت خليك هون عم تأكل بحالك، لأني شايف شلون رح تموت من قهرك. إيه كيفني معك؟ أنا مستحيل بيعت بيتي، سمعت يا سكرجي؟ وما رح أسمح لك تنفذ هذا الشيء حتى لو بتطلع السمع. خلص عني فكري. عم ما أوقحه. لك أنت شو صار لك؟ بعد ما دفع لك المصاري بتعامله بهالطريقة؟ مو مشكلتي مع هذا السكرجي، سبب مشكلتي هو أنت ورح تدفع الدين. ليش ما قريت العقد؟ ها؟ البيت أنا صاحبه، ما رح أبيعه، ما عندي حكي تاني. ماشي فهمت شو مشكلتك ومنحلها، ما تاكل هم أبدا. روق، هدول المصاري رح أخذهم واشتري فيهم بيت، خلي بيتك لإلك تمام؟ هيك بترتاح. أنا رايح. ممتاز، هيك أولاده بيرجعوا على الميتم يلي كانوا فيه، ولنشوف إذا رح يحترموه مثل ما عم بيحكي. كيف؟ شو قلت؟ اطمن، عندي علم بكل شيء، مفكر يجي ويعطيني درس بالأبوة ما هيك؟ لا حزر. ميتم شو اللي عم تحكي عنه؟ أنت شو اللي بتقصده؟ اسمع منيح، بما أنك قللت من احترامي وخليت سكرجي يجي يعلمني كيف كون أب، ما رح أسكت. عم تسمع؟ شو رأيك هلأ أروح على مركز الرعاية وأحكي لهم عن يلي بعرفه، ولنشوف شو ردة فعلهم وإذا رح يرجع أولاده على الميتم ولا لا. تمام اتفقنا. ماشي خلص، مثل ما بدك بيجي وبيشتغل عندك. دبر حالي بعد الشغل بالمشفى وبساعدك هون بكل اللي بدك إياه. الحارة رح أتركها ماشي، ومصاريك صاروا عندك، وهيك منكون خالصين، ما في أي مشكلة. وكمان بتترك هديك البنت. يا الله شوفوا شو صار بالدفاتر تبعي، كيف رح أروح على المدرسة هلأ؟ يا الله ألعابي كلهم ماي. أوف شو هاد يا الله. خلص يا أميرتي لا عاد تزعلي حالك. سيارتي كمان. وسيارتك غرقت؟ ايه غرقت بالمي. تمام. طيب شو رأيك ننشفها لأنه لساتها عم تشتغل؟ شوف هلأ بحطها بالشمس وبتنشف وبترجع بتشتغل. ايه بدي لتنشاف؟ لا تخاف ما بدها كتير، بعدين سيارتك انت مستحيل يصير لأي شيء. اطمن يا روحي عصومة، ما تزعل حبيبي. ماشي. هلأ بتشوف رح تمشي بعد شوي، وكمان ألعابك زينب رح يصيروا تمام. ايه دخيله. أنا لميس خلاك تعطيها ياهن يا خبي. شوفي الجلاءات تبع صفوفنا الماضية، اختي كانت مخبيتهن معه، انبلوا كله. لميز انا مو بقصدي هالشي، فكرت انه فيك تعمليهم. شو بدي اعمل فيهم؟ سامحوني ما قدرت احافظ عليهم.
بعرف انه كان لازم دير بالي عليكم اكثر من هيك، بترجاكم سامحوني لانه ما قدرت على هالشي وفشلت حتى حافظ على اغراضكم، يعني ما طلع بايدي اكثر من هيك. لو سمحتوا سامحوني حبيبات، انتو بتستاهلوا احسن من هيك. اختي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ لولاكي انتي ما كنا كلنا هون اساسا. صحيح لميس، ولولاكي ما كنا وصلنا لهالمرحلة. لا تبكي حبيبتي، اللي صار مو بإيدك. بعدين انت كثير قدمتي لنا لميس، حليتي كل مشاكلنا، ومرق علينا شغلات أصعب من هي بكتير وقدرنا أنه نتجاوزها، ورح نحلها مثل المشاكل السابقة. تعرفي ليش؟ لا تبكي لميس. مو لأن القصة عادية، لأنك معنا. إصرارك هو اللي خلانا نضل عيلة قوية. وأكيد ما حدا فيه فرقنا. أكيد. برافو عليك يا أبضاي. من وقتك لميس انه نجيب جلاءات احسن وعلامات عالية. بشتهيك شي مرة تنفذ اللي بتقوله اخي، انت مو شاطر غير بالحكي. يلا تهوا لعندي، احنا كثير بنحبك يا لميس. كلكم نشوف، يلا تعال يا روحي. خلص حاجة بكي، يلا معكن حق، هالمشكلة رح نحلها مثل المشاكل اللي قبلها. ايه طبعا، وصعب علينا. ايه هاد الحكي اللي بينسمع، معقول تضلكن بالشارع لك؟ اكيد. خلص بلا بكي. اوه يلا لشوف، قوموا بدنا نشتغل. يلا قوموا يا اولاد، اللي بتشوفوها خربانة من المي وما بقى فينا نستعملها كبوة. يلا يلا رح روح ساعدهم. انا رح احمل بغراضها. ايه اختي إليلي، شكلي ما انتبهت انك كبرت وصرت شاب. شكرا كثير. انا اللي لازم اشكرك بالاساس مشان كل شيء. لأماتكم يلا روح فيك وانا بدي اياهم. لك عم قلك ما تكبوا. تولاي تليفوني تعطل، ممكن تعطيني تليفوني؟ ايه اكيد بجيب لك. يا يا اولاد شفتوا لي تليفوني؟ منيح انه هذا الدفتر. بدك تحكي مع بدر؟ ليك ما وصلوا مي بنوب. ما عم بيرد. لا تخافي اكيد بيكون عند ابوه، خليكي عم تدقي. ها الو بدر؟ اهلين لميس، ابوكي فكري اجى لهون وحل كل شيء. ما فهمت عليك. جاب حق البيت كله بس ما بعرف من وين، وانا رح بلش شغل بمعامله ترجيع البيت. يعني كم يوم بترجعوا على بيتكم؟ بابا حل الموضوع كله. ما فهمت عليك. طيب من وين لوين لحتى بابا يدفع؟ ما معه مصاري. ما بعرف كيف يدبروا. وانا تفاجأت كمان، بس المهم انه صار فيكم ترجعوا عليه، لهيك خلي اخواتك يرجعوا لغرب. تمام. طيب قلي انت وين؟ انا عند بابا هلا، مشغول معه شوي. تمام. احكي لنا شو سؤالك لميس؟ قالي بابا قالي بابا حل المشكله. كيف يعني بابا؟ شلون عملت هيك؟ من وين جبت المصاري؟ خلص مشي الحال، فوتوا على البيت حملوا الاغراض. بس كيف؟ شو كيف يعني؟ اعطيته بوسه، شبكن دفعت المصاري واشتريت البيت خلاص. بابا يعني انت ما عم تمزح معنا مو؟ اف ليش هالشغله فيها مزح يعني؟ والمصاري انت شو دخلك؟ هاي الشغله بتخصني انا وبس، ما دخلكم. اي لازم نسأل. طيب شلون قدرت تدبرهم تدفع حق البيت وحليت الموضوع ورجعته لنا؟ عن جد؟ صار فينا نفوت على البيت هلا؟ اكيد.
حاجتكم خلصنا بقى، يلا شيلوا الاغراض خلونا نفوت على البيت. الله عليك يا بابا. معقول فكري يعمل هيك؟ لك شلون قدرت تعمل هيك؟ عن جد طلعت قد دوري. علي بقول لي خلص بعده عني، خنقتوني بقى، شيلوا الاغراض وتحولوا. معقول يعني هلا اكيد ما حدا طالعنا؟ اكيد ما حدا. عن جد؟ بابا كنبايتك كتير مبلولة، اقعد هون حتى تنشف شوي. حطه هون. تفضل. لميس لازم نغسل هدول المخدات، لأنه إذا تركناهم هيك بتطلع ريحتهم. ايه حطيهم هون مشان أغسلهم. ويك خالصي. بابا وأنا عم دب الأغراض لقيت هي الطاقية، شوفها بتجي على راسي. حلو كتير. أها شو حلوة؟ بابا وانا لقيت لك هدول، جربهم ورجيني. كأنهم جدد. يا سلام، شوفوا كيف طلع لما حط النظارة. طالع بتشبه ملك الراب بهالنظارة. لا ما بشبه الملك، بابا من يوم يومه ملك. والله ولادك شو ما عملوا ما رح يقدروا يكافوك على الشيء اللي عملته. وكيف طالعتهم من هالمشكلة؟ لكني يعلن عليه. وكبرت بعيوننا أكتر وأكتر يا أخي. ايه أنا الملك ليك، هذا هو العرش تبعي، وبما اني انا الملك بامركم كلكم تجيبوا لي بيرة. مستحيل، ما رح نخليك تشرب بيرة، لهيك انسى الموضوع، ممنوع. شو هالملك الخرطي لكان؟ انتوا لازم تعرفوا قيمتي وتقدروا شو عنكم يا اولاد. بعدين شوفوا كيف ابو لبدر ترك ابنه بالشارع وطفشه، ولسه بيسمي حاله ابو بقارن حاله فيني انا. ابو لبدر ما له علاقه بالابوه. صح، هو الوحش وانا الملك. بما انه الشغله هيك لك نروح لشوف وجيب لي بيره من الدكان، شو رايك احمد؟ سمعتوا يا جماعه، هي اول مره بابا بيتذكر اسمه لاحمد. جد؟ ايه عن جد، برافو عليك. ليكوا يا اولاد انا حاسس حالي عم بتحسن شوي، مثل ما شفتوا تذكرت اسمه لاحمد. هلا خلينا بموضوعنا. انت من وين جبت المصاري؟ اف لك خلصنا بقى، يعني شو رح تعملي اذا عرفتي من وين جبتون؟ واسمعوا منيح، لا تجوا تقولوا لي بدنا مصاري لانه هذا كل شيء كان معي، فهمتوا علي؟ بصراحه كنت بتمنى اصرفهم على شيء ثاني انبسط فيه، بس للاسف هذا اللي صار، لانه قلب الاب ضعيف. شو رايك تقلنا من وين هالمصاري وحاجه تلف وتدور؟ تعبت ونحن منقوم من مصيبه ونوقع بالمصيبه الثانيه، مشان هيك صدقني انا مالي متحمله. بقى يا ريت تحكي لي لاعرف اذا في من وراها مشكله ولا لا. تمام، انت كيف محسوبه على عائلتنا؟ مو بس بدك العنب وبدك تقاتلي الناطور. خلص شو بدكم من وين جبتون؟ اول شيء اختي مو هيك قصدها، لكن لانه اكيد رح يجي الناطور ويقتلنا. كيف يعني؟ وليش الناطور يقتلكم؟ انا برايي ما بقى تغشم حالك، الولد معه حق بالشيء اللي عم يحكي، يعني ممكن تفهمنا من وين جبتون والا بيشحطونا كلياتنا على السجن. ها هيك انت بتقصد احمد؟ ايه؟ لك سمعتي شو عم بيقول؟ فو فعلا انتو ناكرين للجميل ولسه عم تنفشوني وتقولوا لي ملك، روحوا من وشي. استنى بابا، وين رايح؟ هلا منخلص من ترتيب البيت وبنعمل لقمه ناكل. انا رايح لانه شيماء بتكون محضرت لي اكل بشهي، وهلا بيتها بيكون نظيف ومرتب، مو مثل الخرابه اللي قاعدين فيها هون. انبسطوا مع بعضكم. شفتوا كيف ما تعودتوا على حركات الناقصه؟ ليك مو نحن زودناها عليه شوي؟ يعني خلص قدر يدبر المصاري ونحلت المشكله. معك حق مرتضى، بس هو 150 ليره ما معه، لحتى يصير معه 150,000 لازم نعرف من وين جابون، احسن ما نوقع بشي مصيبه. خلص ما تتشائمي لميس، بعدين فهميني شو بده يصير اكثر من اللي صار. المهم انكم رجعتوا على بيتكم، لهيك حاولوا تنبسطوا شوي صغيره. عن جد ما حفظتي لعمو فكري، والا ما نعرف من وين جابون بعدين. اللي عم تقولي كله صح. لا بقى تفكروا. اي والله مزبوط. اي يا اولاد هي رجعتوا على البيت، واليوم رح تناموا بقوتكم، انبسطوا. يعني شلون بدنا ننام وكل الاغراض مبلوله؟ شو نسيت انه تركنا الفرشات كلهم برا ونشرناهم، هلا الشمس بتنشفهم. اما هدول الثياب اللي هون رح اخذهم كلهم على المصبغه واغسلهم هونيك. ها شفتي، وهي انحلت مشكله الثياب تبعكم. يعني مثل ما قلت لك قبل شوي انه ما في شيء الا وله حل، شو ما كان يكون. وليكي صار البيت لكم كمان. واللي جاي احلى ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ما اختلفنا، بس بدر وينه؟ حكيتو؟ ايه حكيتو، قال لي لساته عند ابوه، في عنده مشكله صغيره وبده يحلها، بس يخلص رح يجي. ايه ماشي لكان، يلا انا طالعه.
وانا رح احضر الاكل. تمام اتركوه علي. تعال تعال اطيب من اكلك. خلينا نطلع لبرا. العمى شو جابوا لهون؟ عملوا حالكم ما شفتوا. غريب كيف راح هيك بدون ما يساوي مشكلة؟ بركي استحال دمه وحل عنا. جميل الغليظ. مثل عمه فكري كمان صاير واحد تاني ما انتبهتوا عليه لهلا؟ يعني تقولوا المطرة اللي نزلت غسلت له نعقولا نغسيه؟ شي غريب. يلا انا رايحة بشوفكم. يلا اي والله تقال عليك يا هلكيا. لكن وانا رح بلش بالطبخ. طيب وانا رح اتمشى شوي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.